طبعا امبارح تم افتتاح معرض عيد الكاريكاتير المصري الثاني بمتحف محمود مختار. نسخة السنة دي من المعرض بتحمل اسم المبدع حجازي، فنان الحارة المصرية، واللي هيكون ليه 11 عمل مميز من أعماله، إلى جانب حوالي 130 عمل من جيل الرواد حتى المعاصرين. فن الكاريكاتير من أهم الفنون الصحفية اللي بيحظى باهتمام كبير من المصريين، لأنه بيعبر عن ثقافة الشعوب، وكمان بيجسد موضوعات وقضايا بجملة قصيرة ورسمة بسيطة. عشان كده قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير نظموا الاحتفال بعيد الكاريكاتير المصري في نسخته الثانية، وفي كل نسخة بيتم اختيار أحد رسام الكاريكاتير عشان يكون شخصية النسخة دي. تعالوا بينا نعرف مين هي شخصية العيد السنة دي وتفاصيل أكتر عن عيد الكاريكاتير المصري. انطلقت فعاليات الاحتفال بعيد الكاريكاتير المصري من خلال هذا المعرض اللي حمل شخصية عيد الكاريكاتير المصري الثاني، وهو فنان الحارة المصرية وفيلسوف الكاريكاتير أحمد إبراهيم حجازي الشهير بحجاز الرسام، واللي حضر بأعماله في معرض ضم 11 عمل مميز من أعماله اللي تميزت بالحكاية الشعبية السهلة الممتنعة. وكمان المعرض ضم أكثر من 130 عمل من جيل الرواد حتى المعاصرين. المعرض الحقيقة يضم مجموعة منتقاة من أعمال الكاريكاتير من تنظيم الجمعية المصرية للكاريكاتير. قطاع الفنون الحقيقة بيتبنى مثل هذه المعارض اللي بتحيي بعض الفنون ذات الطبيعة الخاصة، وخصوصا فن الكاريكاتير لارتباطه بتعبيره عن المجتمع وعن الحياة المصرية بشكل عام بكل جوانبه. السنة اللي فاتت كان عندنا حوالي 140 عمل، كان أول عيد للكاريكاتير. السنة دي دخلنا على 200 عمل وأكثر من 85 فنان مشارك، وما زلنا كنا بنتلقى أعمال، ولكن الدنيا خلاص بقى كده الحمد لله. واخترنا السنة دي اسم الفنان أحمد حجازي أو حجازي اللي هو فنان الحارة المصرية. فنان حجازي بنعتبره فنان الحارة المصرية، ليه؟ لأن هو كان بيتكلم عن البيئة والشعبيات المصرية وكل حاجة مصرية. المعرض ضم عدد من لوحات بعض الفنانين ورسام الكاريكاتير، واللي وصل عددهم ما يقرب من 75 فنان، عبروا عن سعادتهم بمشاركتهم في المعرض، وكمان فرحتهم بوجود عيد للكاريكاتير للعام الثاني على التوالي. أنا في الكاريكاتير النهاردة مشترك بيه، رسمتي بتعبر عن الزحمة. أنا راسم اللوحة، جوه اللوحة رسم ومتبروزة، جوه الإزاز في شغل، وبره الإزاز حطيت الدليل أو قوة الزحمة، لأن الكاريكاتير مهم قوي. الكاريكاتير رسمة واختصار للكلمة، لأن الكاريكاتير أنت بترسم كلمة واحدة لكن بتعمل موضوع خطير جدا. الحقيقة الكاريكاتير المعرض بيتعمل بشكل دوري، على أساس أن الكاريكاتير بقى حظه في الصحافة المصرية دلوقتي قليل، لأن احنا بنشوف معظم الصحف دلوقتي بتتقاعس عن نشر الكاريكاتير لأسباب غير معروفة، غير أن رؤساء التحرير مش عايزين يبقى فيه كاريكاتير في الصحافة. لكن احنا بنأمل أن يبقى فيه نهضة، خاصة في الجمهورية الجديدة، أن يبقى الكاريكاتير له دور بناء في الصحافة المصرية. المعرض السنة دي ده المعرض الثاني، يبقى معرض استعادي، يعني بنستعيد جزء من إنتاج كل الفنانين القديم والجديد، فبتبقى وجبة كاريكاتيرية ممتازة فيها زائد الاختيار. الوجبة نفسها بتلاقي فيها خامات متعددة. أحلى كاريكاتير النو كومنت، اللي هو بدون تعليق، لأن بيخلي دماغك تروح مطرح ما أنت عايز. النهاردة في عيد الكاريكاتير الثاني مشاركة ببورتريل حجازي بالفحم، فهو معروف يعني بالنقد ومعروف مدرسة خاصة ليه هو، حتى سيرته حتى بعد ما مات ما وقفتش، استمرت، لأن هو ليه حالة خاصة في النقد وفي الحياة الحياتية. فأنا حبيت أن أنا أشارك ببورتريل ليه هو شخصيا. شاركت في المعرض النهاردة، حاجة جميلة بصراحة، والمعرض فيه أعمال كتيرة لفنانين كبار وفنانين صغار وفنانين شباب، فيها فكر وفيها انطلاقة وفيها حاجة جميلة يعني. عيد الكاريكاتير المصري كان حلم لكل رسام الكاريكاتير في مصر، وتحقق بالاحتفال بالعيد في 7 نوفمبر من كل عام،
وهو اليوم اللي بيوافق ميلاد الفنان عمرو فهمي رخا رائد فن الكاريكاتير المصري، وأصبح العيد احتفال سنوي بيجسد ويحكي للأجيال الجديدة دور فن الكاريكاتير في حياة المصريين. محمود جميل، صباح الخير يا مصر.